على أطراف العاصمة عمان تقع قرية عين غزال الأثرية، واللي تم اكتشافها بالصدفة. حسب الحفريات والأبحاث والدراسات اللي أجريت في الموقع واللي بعود للعصر الحجري الحديث، يعني قبل حوالي 10,000 سنة، أن موقع عين غزال يعتبر من أهم المواقع الأثرية الموجودة في المملكة حسب علماء الأثار. ليش؟ لتفرده وتصدره للعديد من الظواهر الأثرية، يعني التماثيل اللي تم اكتشافها تعتبر الأقدم على مستوى العالم حتى الآن. والمكتشفات الأثرية دلت على الغنى والتقدم الفكري والعقائدي لسكان عين غزال في تلك الفترة. الموقع عين غزال إنه كان في بدايات الحضارات بشكل عام، يعني إحنا بنعرف بعلم الآثار إنه كان في عنا بالعصر الحجر الحديث بداية تشكل المستوطنات الزراعية والقرى الزراعية، لكن تتشكل عنا قرية أو مستوطنة زراعية مساحتها حوالي 120 هكتار بتشكل منطقة عين غزال المحيطة بسيل عمان من اليمين ومشرق وغرب، يعني كانت موجودة عندنا هاي المستوطنة. كمان الموقع بتميز إنه خلينا نحكي بدايات الحضارة انشأت في هذا المكان، فإحنا لما نحكي عن اكتشاف الإنسان أو صناعة الإنسان لأول تماثيل على مستوى العالم موجود عندنا في عين غزال، يعني قبل عين غزال ما كان في عندنا صناعة التماثيل أو اختراع التماثيل بالعالم كله؟ بكل الكرة الأرضية، يعني إحنا بنحكي جلوبالي هلأ، ما بنحكي على مستوى الأردن أو مستوى الشرق الأوسط، بنحكي كل العالم. فهذا المكان أيضاً إن الإنسان اخترع هذا الاختراع الجديد. الإشي الثاني والكمان الإشي المهم جداً، الأرضيات المصنوعة في هذا الموقع كلها أرضيات جصية، الإنسان قدر يطور بهذه التكنيك كان جبسين قادر على صناعة الجبسين، وهذه عملية كيميائية كمان معقدة جدا مش سهلة يعني. فالإنسان بهذه الفترة كان بيخطو بخطى متسارعة بالحضارة وعلم كل الناس المحيطين فيه. في كمان عندنا دلائل أثرية بتدل أنه كان في تبادل تجاري بين أهل عين غزال وتركيا والبحر المتوسط، فكان في كمان انتشار لهم على هذا المستوى، فبتعرفي كمان يعني مش بس حضارة واتصال. علماء الآثار شو بيدلوا كمان؟ بيقول لك كمان بداية نشأة المعابد. المعابد بفكرة كمعبد كمان بدأت في عين غزال، وفي عبادة بنسميها اللي هي عبادة الأسلاف. عبادة الأسلاف أول ما نشأت، عشان هيك التماثيل اللي بنحكي عنها وجدت في عين غزال. فكان أي شخص يموت من العائلة كانوا يدفنوه تحت مستوى الأرضيات وبيعملوا هاي الأرضيات الجبسية عليه. بعد فترة بأخذوا الرأس أو الجمجمة وبيعملوا عليها جص وبعبدوها وبحطوها داخل البيت عشان شو هي مقدس من عبادة الأسلاف اللي احنا حكينا عنها. اتطور الموضوع كمان وصار في عبادات مركزية بالموقع وصار في نشأة فكرة المعابد. فإحنا في عنا دلائل بتدل على أنه كان في نشأة أو في مباني استخدمت على شكل معابد بهذيك الفترة. فأنت بتحكي قبل الحضارة، قبل اختراع الكتابة، قبل كل شيء كان في موقع عين غزال في هذا التطور المعماري والحضاري اللي احنا بنحكي عنه. تمام. وكان في عالم آثار أمريكي اسمه جاري ريفسون هو اللي قاد العملية، والدكتور زيدان كفافي اللي بنوجه له تحية من عندنا وهو رئيس جامعة اليرموك حاليا كمان اللي قادوا عملية التنقيب في الموقع واللي تم الاكتشاف من خلالهم عن موضوع التماثيل اللي حكينا عنها سابقا. والموقع الجديد هذا؟ الموقع الجديد هلا بتعرف التطور مدينة عمان والحاجة اللي احنا بنحكي عنها، حاجة المواصلات والاتصالات وطرق المواصلات اللي بتربط المدن ببعضها، وعمان حاليا بتعرفي مدينة حيوية وعدد سكان هائل، بناء عليه اجت فكرة الباص السريع، والباص السريع لازم يخترع بعض المدن بعض الشوارع، وبناء عليه احنا صار في طلب من وزارة الأشغال انه يتوسع الشارع بهذا الاتجاه، والمنطقة حرم الشارع اللي بين شيك الموقع الأثري وبين حرم الشارع، لكن هو يعتبر امتداد للموقع الأثري، وبناء عليه احنا حاليا بنوثق كل المظاهر الأثرية الموجودة عنا عشان نكتشفها ونحدد أهميتها وبعدين إمكانية نتخلى عنها أو نحافظ عليها. يعني لحد الآن إحنا وزارة الأشغال بيستنوا بتقرير الآثار، إذا هاي الآثار مهمة وتحافظ عليها راح نثبتها وما راح نتخلى عنها، ويتغير المسار الشارع، لأنه بتعرف تاريخنا وثقافتنا وحضارتنا كمان شيء إحنا بنفتخر فيه، فلازم نحافظ عليه. هلا هذا يعني هيك دلكم انه في شيء؟ في جدار نعم، وهنا ارضيات؟ في ارضيات وفي جدران متماهيه مع بعضها، بس تعرف في هذا العصر كمان صعب، يعني مو معاصر سهل انك تنقب في فتره بترجع لحوالي 8,000 سنه من الان، الانسان لسه ما طور ادواته
لكن بلش يستخدم خلينا نحكي فكره لتطوير حياته. بناء عليه من الصعب جدا كمان انك تحكم على اثريه هاي الاشياء، لانها بتعرف العصور الحجريه، والعصور الحجريه لسه الانسان فقط بتعامل مع الحجر، يعني بتعامل مع الصوان عشان يشكله ادوات يستخدمها للصيد او يستخدمها للصناعات. حفره بالنسبه لنا لكم ايش؟ بالنسبه لنا مجموعه من الطبقات الاثريه المتراكمه على بعضها. اذا بتلاحظ المقطع اللي احنا حافرينه هون، هذا بدل قديش في عندنا طبقات اثريه موجوده وعاش عليها الانسان. فهي مش بس حفرة، هي مستودع معلومات. إذا بتلاحظي كل جزئية من هذا المقطع اللي عنا له لون خاص وله ماتيريال خاصة، فبتلاقي في تربة لونها أحمر، في تربة لونها رمادي، في تربة لونها مائل للحمار. هاي كلها بتشكل كيف الإنسان تعامل، شو هن المواد اللي كان يستخدمهن أثناء حياته هون، وهي اللي أطلق الصبغة واللون لهاي الطبقات الأثرية. هاي أرضية من الجبسين، برضو هاي بترجع للعصر الحجري الحديث اللي بنسميه ما قبل فخار الفترة بقى. وهذا يعتبر بفترته اكتشاف، يعني هذا بفترته كان عبارة عن شيء خارق للعادة، لأنك تقدر تطور وتصنع الجبسين وتستخدمه وتمده كأرضيات وتعيش عليها. طبعاً هاي الأرضيات كلها ملونة، يعني هلأ إحنا بس ننظفها ونبينها كلها ملونة باللون الأحمر، وفي بعضها مزخرف كمان، يعني كانوا في كان حس فني كمان، مش بس صناعات. نعم، راح نشوفها هلا الارضيه الملونه. راح نورجيكم بعض الارضيات الملونه، لكن ضوء الشمس حاليا ضارب عليها فما راح تلاقي التلوين عليها. توجهنا الى منزل الدكتور زيدان كفافي، الشاهد على اكتشاف اهم معلم اثري في الاردن. فالدكتور زيدان له مساهمه كبيره في دراسه واشهار الاثار الاردنيه، فهو الباحث والعالم الذي حرص على أن يكشف عن تاريخ الأردن الممتد منذ آلاف السنين. فكان لنا شرف ومتعة الاستماع إلى حديثه. قضية الاكتشاف كانت بالصدفة، لما كانوا بيفتحوا بالطريق في أحد الطلبة اللي كانوا طلبة أثار في الجامعة الأردنية بسكن بير صيفي مرقد المنطقة، شاف أرضيات قصارة في القطع اللي حدثته الجرافي، راح لأستاذه بالجامعة الأردنية قال له هيك كيف شوفت. ظلت الأمور ما حد اشتغل. أولاً هذا إنجاز لأهل الأرض اللي كانوا موجودين واللي جاءوا لأول مرة، استقروا على ضفتي وادي الزرقاء عمره 10,000 سنة، بدأت البدايات. الآن مع الزمان هو تم الاستيطان أو الاستقرار فيه لتقريباً 2500 سنة. استمرارية باستمرارية اللي بعطي بعد حضاري للأردن بحوالي 6200 برأيي. تطور الموقع من قرية إلى بلدة، ممكن أسميه تاون، لأنه في هاي الفترة بنيت معابد، في هاي الفترة كان في شارع، إذا البناء كان منظم. قبل بناء المعبد كان هناك تماثيل اللي وجدت واللي إلها صفة دينية. إذن أهمية الموقع، كبر مساحته 150 درهم بحوالي، يعني بلدة 150 درهم قديش عدد سكانها؟ قدروا بحوالي 3000 نسمة في ذلك الوقت قبل 8200 سنة. الاستمرارية لمدة 2500 سنة. المباني اللي بنيت فيه مباني العقائدية، وتصوري لقينا مباني مكونة من طابقين. الأرضيات مقصورة مدهونة باللون الأحمر. أنا إذا بدي أحكي عن المتير، القطع الأثرية اللي موجودة فيه عبارة عن أدوات صوانية وأواني، بالأخير أواني فخارية تعكس، مش أنت بتمسكها بتقول والله هي صواني، هذه وراها اللي صنعها صانع عنده مهارة، عنده إبداع، عنده فكر. فإذا المجتمع الذي عاش في هذه البلدة لابد إلا أنه كان له قيادة اللي تنظم العلاقة ما بين الناس سكان هذا الموقع. لما بحكي عن مباني عقائدية، المباني العقائدية مش ببنائها، من الناس اللي قائمين عليها. إذا كان في عندك فكر عقائدي، تصوروا أنه في أحد الغرف اللي المباني لقينا مطبخ الأرضية واقعة، جينا كانت الأرضية محروقة، لقينا في على الأرضية 13 قرن غزال، كميات كبيرة من العدس والحمص. تصوري في طلعنا او عملنا سي 14 ديت
تاريخ إشعاعي كربون إشعاعي 6050 بلاس ماينس 50 انكالبريتد، بتضيفي له 7000 يعني الناس كانوا بيعرفوا شوربة العدس وبيأكلوا حمص عندنا قبل 8000 سنة على الأقل. أنت بتشوفي الآن، طب هذا بدلك على إيش؟ على طبيعة الحياة الناس اللي كانوا موجودين. يعني بنقدر نقول هو أقدم حضارة في العالم؟ أو في بعض الكتب لما بيحكوا عن الحضارات بيحكوا عن حضارات الألف الرابع قبل الميلاد، يعني 3000، واللي عندك حضارات أم بواسط آسيا، في مصر، في بلاد الرافدين، الحضارة الإنكا والأزدا في أمريكا. فأنت الآن والمايا، إحنا بنحكي عن شيء أقدم بحوالي 4-5000 سنة. بعدين أنت لما بتحكي عن دين، أنا رح أطول كثير. احكي. لما بتحكي عن ديانة، ديانة إلى مدلولات، من المدلولات تم العثور على مجموعة من الدمى اللي على شكل إنسان واللي على شكل حيوان. الدمى الأنثوية كلها بتبين الأنثى في حالة حمل، وما اهتموا بالأطراف، لا بالرأس ولا بالرجلين ولا بالإيدين، التركيز كان على الحمل، لأن المرأة هي السبب هذا الكون والتكاثر في هذا الكون وعملية الخصوبة وإلى آخره، فكان لها أهمية كبيرة. أنت الآن لو أجيت مسكت تمثال، أول شيء بتشوف الشعر، العيون المكحلة، الأنف الدقيق، الفم الدقيق، الاهتمام بالرأس. شو بتتمنى يصير في هذا الموقع، موقع عين غزال؟ أولاً للأسف في الأردن الاهتمام في المواقع اللي هي monumental sites، المواقع اللي فيها مظاهر بنائية كبيرة، وفي إهمال شديد لمثل هذه المواقع اللي هي الأصل، لأنه الجذور تبدأ من هنا. الآن أنا بتمنى إنه هذا الموقع يحظى باهتمام وبتطويره إلى يكون مقصد سياحي للسياح. أنت فتحت علي مواجهة، أنت ما سألتيني سؤال، بعد 4500 أهل عين غزال شو صار فيهم؟ شو صار فيهم؟ تركوا الموقع، لأنه بآخر المدة من السكنة تحولوا إلى استقرار غير دائم. أنا برأيي راحوا على جبل القلعة. جبل القلعة في عمان تبدأ أقدم الفترات فيه بحوالي 4000 قبل الميلاد. إحنا أعطيني موقع من هاي الفترة طور في الأردن، كنت فتحت علي جوع. إحنا لما بتيجي بتشوفي إحنا شو سوينا، سلسلة الحلقات التاريخية، التاريخ الأردن يبدأ من 1.5 مليون ويستمر حتى الوقت الحالي دون انقطاع. الآن دائرة الآثار الأردنية هي أقدم دائرة في المملكة الأردنية الهاشمية، وتأسست مع الانتداب ومع تأسيس الإمارة من 1923، بلشت كجزء من دائرة الآثار الفلسطينية لسنة 1928. فدائرة الآثار الأردنية عريقة، وكان الهدف يعني لما تقرأ قانون الآثار اللي صدر بالثلاثينات إنه المحافظة على الآثار. أنا أقول بكل صراحة للأسف الآثار الآن تهدم أكثر من أول.